عليكم تلاميذي الأعزاء، مرحبا بكم في القناة. درس ديال اليوم غنتكلموا على لي كومبيسيون. لي كومبيسيون اون اغاب هما الاحتراقات. قبل ما نبدا الدرس ما تنساوش ديروا لي اشتراك، تفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد، واعجاب بالفيديو. اول حاجه غنتكلم عليها في الدرس هي اننا نعطيو لا ديفينيسيون ديال لا كومبيسيون، يعني نعطيو تعريف ديال الاحتراق. Une combustion est une transformation chimique au cours de laquelle une substance brûle. L'ihtiraq huwa 'ibara 'an tahawul kimiyai au cours de laquelle une substance brûle, li kitem fi harq dial wahed al-mada. Cette transformation chimique nécessite toujours deux réactifs. هاد التحول الكيميائي كيحتاج ضروري جوج ديال المتفاعلات، دو رياكتيف لي رياكتيف اون اغاب هما المتفاعلات. نيسيسي توجور دو رياكتيف، يعني ضروري خصهم يكونوا عندنا دائما جوج ديال المتفاعلات. ان كومبيسيبل اي ان كومبيرون، يعني خاص يكون عندنا واحد الجسم محروق واحد الجسم محرق. ان كومبيسيبل اللي هو محروق، ان كومبيرون اللي هو محرق. يعني كيكون عندنا في هذاك لي رياكتيف كيكون عندنا جسم كومبيسيبل وجسم اخر كومبيرو، يعني جسم محروق وجسم محرق. بور دوني دوتر كور ابلي برودوي، باش يعطيونا واحد الجسم واحد اخر جديد كنسميو برودوي. برودوي اون اغاب هما النواتج، لي رياكتيف هما المتفاعلات، لي برودوي هما النواتج. لو كومبيسيبل اي لا سيبستانس كي بو بغيل، الكومبيسيبل هو هذاك الجسم اللي بغينا نحرقو، كي بو بغيل هو داك الجسم اللي بغينا نحرقو. لو كومبيرون التعريف ديالو اي لا سيبستانس كي كابابل دو فير بغيل لو كومبيسيبل، هو واحد الماده اللي كنحرق فيها داك الجسم كومبيسيبل، اللي هو اللي كنبغي نحرق فيها داك الجسم. حيت قلنا لو كومبيسيبل هو الجسم محروق، لو كومبيرو هو جسم محرق، هو داك الجسم اللي كنحرق فيه. اكزامبل دو كومبيسيبل، امثله ديال 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 جسم محروق. لو بابي مثلا، انا بغيت نحرق بابي. لو بوا الخشب، لو بيترول لو شارمون اللي هو الفحم، الويل اللي هو الزيت، الكول اللي هو الكحول. هادو هما لي زيكزامبل على لو كومبيسيبل اللي هو جسم محروق، لو كومبيرو هو جسم محرق. هذا هو لا ديفيرونس انتر لو كومبيسيبل اي لو كومبيرون. لو كومبيسيبل اي لا سيبستانس كي بو بريلي، يعني هي الماده اللي بغينا نحرقو. لو كومبيرون اي لا سيبستانس كي كابابل دو فير بريلي لو كومبيسيبل، هي هذيك الماده اللي كنحرق فيها هذاك الجسم المحروق، بحال مثلا لو بابي، لو بوا، لو بيترول، لو شاربون، لوي، الكول، etc. La combustion du carbone، احتراق ديال الكربون. كيف ما كتلاحظوا هنايا خديت واحد القاروره ودرت فيها واحد القطعه ديال الفحم، وقمنا بهذيك القاروره بها هواء داخل ديال هذه القاروره كاين الهواء، قمنا بالحرق ديال هذه القطعه ديال الفحم. ملي قمنا بالحرق ديال هذيك القطعه ديال الفحم، لاحظنا اننا تكون ليا واحد الماء يسمى لو دو شو، اللي هو الماء الجير، هو اللي تكون لينا هنا في القاروره. حيت هنايا لاغ كيحتوي على ديوكسيجين، راه كاين عندنا واحد الهواء هنايا، ثنائي الاكسجين كاين عندنا هنايا في هاد القاروره. لانكونديسونس دي شاربون ساريت سينيفي، احتراق ديال هذاك الفحم توقف. سينيفي كو لو ديوكسيجين اي توتالمون كونسومي، يعني ان ثنائي الاكسجين تستهلك كامل، لان ديك يعني التوهج ديال القطعه ديال الفحم توقف. لانكونديسونس دي شاربون يعني التوهج ديال القطعه ديال الفحم توقف. شنو كي سينيفي كو لو ديوكسيجين اي توتالمون كونسومي، هذا كيقول لنا ان ثنائي الاكسجين تستهلك بكامل ديالو، يعني تستهلك كامل. لو دو شو سو
trouble expliquer la présence de dioxyde de carbone. تعكر ماء الجير هيا لو دو شو سو تروبل يعني التعكر ديال الماء الجير اكسبليكي لا بريزونس ديال ديوكسيد دو كربون سي او 2 اللي هو لا ديوكسيد دو كربون. دائما التعكر الماء الجير يدل على وجود ثنائي اكسيد الكربون اللي هو سي او 2. وتوقف توهج ديال القطعه ديال الفهم سينيفي كو لو ديوكسيجين اي توتالمون كونسومي يعني ان ثنائي الاكسجين استهلك بكامله. و لو دو شو قلنا سو تروبل تعكر ديال الماء الجير. تعكر الماء الجير اكسبليكي لا بريزونس كيدل على وجود ثنائي الاكسجين ثنائي اكسيد الكربون نسمح نعطي واحد لي كونكليزيون لو بيلون الحاصله ديال هاد الاحتراق افون لا كومبيسيون قبل الاحتراق ابخي لا كومبيسيون بعد الاحتراق. عندنا قلنا المعادله ديال هذاك ديال الاحتراق كيكون عندنا ضروري نيسيسيت بريزونت دو رياكتيف. لي دو رياكتيف عندنا كومبيستيبل عندنا كومبيرون. لو كومبيستيبل هو شاربون هو قطعه ديال الفحم هو الفحم. لو كومبيرون هو ديوكسيجين حيت القطعه ديال الفحم قمت بالحرق ديالها في واحد الكميه من ثنائي الاكسجين. دونك لو شاربون وديوكسيجين هادو هما لي دو رياكتيف اللي كانوا عندي افون لا كومبيسيون. ابري لا كومبيسيون ظهر لينا ان اوتر كو اللي كنسميوه برودوي اللي كنسميوه النواتج. شنو عطانا؟ عطانا ديوكسيد دو كربون يعني احتراق ديال الكربون. شنو كيعطينا؟ كيعطينا الناتج ديال الاحتراق ديالو كيعطينا ديوكسيد دو كربون يعني كيعطينا ثنائي اكسيد الكربون. La combustion du carbone dans le dioxygène, احتراق ديال الكربون في ثنائي الاكسجين est une transformation chimique هو عبارة عن تحول كيميائي au cours de laquelle découvre disparition الكربون اي ديوكسيجين يعني كيختفوا لي اجسام كيختفى لي واحد جوج ديال الاجسام اللي هما هذوك المتفاعلات ديالنا اللي هما في هذه الحالة الكربون ديوكسيجين اي ان كور اباري كيظهر لي واحد الجسم اللي هو لو ديوكسيد دو كربون اللي هو ثنائي اكسيد الكربون. يعني احتراق ديال الكربون هو عباره عن تحول كيميائي. شنو كيوقع في هذاك التحول الكيميائي؟ كيختفوا ليا واحد الاجسام اللي هما كنسميهم متفاعلات اللي هما لي رياكتيف كيختفوا لينا وكيظهروا لنا ان اوتر كو يعني واحد الاجسام واحد اخرين جدادين كيتسموا برودوي يعني كيتسموا نواتج. في هذه الحاله ديال احتراق الكربون شنو اختفى ليا؟ اختفى لي بما ان الكربون هو كومبيسيبل وديوكسيجين هو كومبيرون يعني اختفى لي الكربون وديوكسيجين باش عطانا واحد الجسم واحد اخر جديد اللي هو عباره عن ناتج اللي هو ديوكسيد دو كربون. دائما كتكون عندنا واحد ديسباريسيون ديال واحد الاجسام وعندنا واحد لاباريسيون ديال اجسام واحده اخرى يعني اختفاء اجسام وظهور اجسام اخرى. ديسباريسيون يما اختفاء اباري يما ظهور اجسام جديده. لا كومبيسيون دي بوتان لو غاز بوتان غاز ديال البوتان اي ايتيليزي بور لاليمونطاسيون دي كويزين كنستعملو في اليمونطاسيون دي كويزين يعني كنستعملو في كويزين. لو شوفون دي بيك بنسن دو لابوراتوار. هذا هو استعمال هذا هو احتراق ديال البوتان. La virole sert à régler la quantité d'air lors de la combustion. هذاك الفيرول هو كنستعملو باش نبقى ندير واحد الريغلاج ديال الكميه ديال الهواء اللي كاينه في هذاك الاحتراق. كومبيسيون كومبليت كومبيسيون كومبليت قلنا غاب هو احتراق كامل. في هاد الدرس ديال الاحتراق كاين عندنا دو تيب ديال لي كومبيسيون. قلنا ان كومبيسيون كومبليت يا ان كومبيسيون انكومبليت. لا كومبيسيون كومبليت باش نعرف انه عندنا واحد الاحتراق كامل ضروري كنشوفو لا كولور دو لا فلام. الا كان عندي لا كولور دي لا فلام بلو
في هذه الحاله انا كنتكلم ميسيون كومبليت. باغ كونتر الا كان عندنا لا كولور دو لا فلام جون، سيتادير انا هنا كنتكلموا على لا كومبيسيون انكومبليت. La différence entre la combustion complète et la combustion incomplète, c'est la combustion complète qui compte la couleur de la flamme toujours bleue ou le dioxygène présente en quantité suffisante. Yani كمية de l'oxygène qui est موجودة بكمية وافرة يعني كيكون بكمية بكثرة. Par contre, la combustion incomplète, la couleur de la flamme qui compte jaune ou la quantité d'oxygène présente en quantité insuffisante, qui compte موجود بكمية غير وافرة يعني qui compte موجود بكمية كافية. بالنسبة الحصيلة الاحتراق، مثلا في هذه الحالة نتكلموا على احتراق البوتان. حصيلة الاحتراق ديال البوتان، عندنا بوتان حرقنا في ثنائي الاكسجين، حرقنا في ديوكسجين، شنو عطينا في لي برودوي ديالنا؟ عطينا لو بليس ديوكسيد دو كربون، يعني نواتج ديال الاحتراق الكامل عطينا الماء وثنائي اكسيد الكربون. دائما الا قمنا باحراق الكربون، دونك شنو نكتبوا في البيلون ديال الرياكسيون؟ كربون بليس ديوكسجين on a donné l'eau plus dioxyde de carbone. دائما في نواتج الاحتراق الكامل كيف ما كان، سواء درنا احتراق ديال البوتان او بيان درنا احتراق ديال الكربون او بيان درنا احتراق ديال جسم اخر، نواتج الاحتراق ما كيتغيروش. توجور نواتج الاحتراق كيكون l'eau plus dioxyde de carbone، يعني الماء plus ثنائي اكسيد الكربون. وكيف ما تكلمت لكم قبيله على لا كومبيسيون انكومبليت، قلنا هو احتراق غير كامل. وقلنا احتراق غير كامل باش كيتميز، شنو هما الخاصيات ديالو؟ هو انه توجور خص يكون لا كولور دو لا فلام جون كيف ما كتشوفوا هنايا في الصوره، و لا لو ديوكسيجين بريزونت اون كونتيتي انسيفيزون، وكميه ديال الثنائي الاكسجين كيكون بكميه غير كافيه يعني ما كيكونش موجود بكثره. وبالنسبه للبيلون ديال الرياكسيون، مثلا نتكلموا على احتراق ديال البوتان، عندنا بوتان بليس ديوكسيجين كيعطينا لو بليس ديوكسيد دو كربون بليس الكربون بليس مونوكسيد دو كربون. يعني دائما في الاحتراق غير كامل ديال البوتان، نواتج الاحتراق كيكون عندنا الماء وثنائي اكسيد الكربون واجسام اخرى مثل الكربون وحادي اكسيد الكربون اللي هو عباره عن غاز مونوكسيد دو كربون، ايتان غاز دونجورو ان كولوري انودر و توكسيك، هو عباره عن غاز وحادي اكسيد الكربون هو عباره عن غاز ما عندوش لون، انودر ما عندوش رائحه وتوكسيك وسام. بالنسبه لنواتج الاحتراق غير كامل، دائما كيكون الماء وثنائي اكسيد الكربون وكيتزادوا له واحد الاجسام اخرى اللي هما الكربون واحادي اكسيد الكربون. نعقلوا على هاد الرياكسيون ديال لا كومبيسيون انكومبليت. باغ كونتر في لا كومبيسيون كومبليت، قلنا شنو كتعطينا في لي برودوي ديالها؟ كتعطينا لو بليس ديوكسيد دو كربون، يعني الماء بليس ثنائي اكسيد الكربون. ثاني حاجه نتكلم عليها اللي هي لا كومبيسيون دي سيجاريت، احتراق ديال السجائر. لا كومبيسيون دي سيجاريت، لا كومبيسيون دو لا سيجاريت دون لو ديوكسيجين دو لير ايت ان ترانسفورماسيون شيميك، كذلك احتراق ديال السجائر في ثنائي الاكسجين هو عبارة عن تحول كيميائي. لا فيمي دو تابا كونتيان
plus de 4000 substances chimiques. كيحتوي على 4000 مادة كيميائية qui se sont formés à cause de la combustion de la nicotine, le goudron, le monoxyde de carbone et d'autres. احتراق ديال التبغ هنا عندنا القطران وعندنا مونوكسيد دو كربون اللي هو واحد اكسيد الكربون وهناك اجسام اخرى اجسام واحد اخرين. لي دونجي دو لا سيغاريت اخطار ديال السجائر. عندنا السجائر منين كيتكونوا؟ كاين لا نيكوتين، عندنا لو غودرون، وعندنا لو مونوكسيد دو كربون. هادو هما لي دونجي دو لا سيغاريت، هادو هما اخطار ديال السجائر. هما انهم كيتكونوا من التبغ اللي هو عنده اصلا السجائر عندهم اخطار كثيره على صحه، كياثروا على صحه الانسان حيت فيهم واحد المواد خطيره كتاثر على الصحه ديال الانسان. عندنا لا نيكوتين، عندنا لو غودرون، عندنا لو مونوكسيد دو كربون اللي هو احادي اكسيد الكربون. كيف ما قلنا مونوكسيد دو كربون est un gaz dangereux, incoloré, معندوش لون، inodre، معندوش رائحة، et toxique ou سام. نتمنى تكونوا فهمتوا. ما تنساوش ديروا لي اشتراك، تفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد، واعجاب بالفيديو، وشكرا.